السلام عليكم. اليوم نروح لولاية وهران لنعرفكم بالفندق الجديد الذي تمت الانتهاء الأشغال به في منطقة المدينة الجديدة. ويعني هذا الفندق يعني يعتبر جميل وهو بمثابة إضافة أكيدة للنسيج العمراني تاع مدينة وهران، وكذلك لتحسين الوجهة، وكذلك لتدعيم قدرة الفندقية والقدرة السياحية لمدينة وهران. إذن هنيئا بهذا المولود الجديد، أترككم تتابعون، والسلام عليكم.